بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع الدورة التكوينية السادسة ومع سلسلة مهارات لتأسيس أسرة سعيدة، ومع الدرس الرابع في الصفات التي خص يحيد عليها الرجل، هذا يتسمى التخلي، يتخلى عليها باش يستحق يكون زوج. وإلا مشى في هاد الصفات وبقى عليها راه ما عندوش الباءة وما يصلحش يكون زوج. هاد الصفة هذه هي إهمال الزوجة والإهانة ديالها أمام الأهلية ديالو هو، والتفضيل ديال الأهلية ديالو عليها هي. فإلا كان الزوج تيفضل الأهلية ديالو على مرتو وهي تيهملها بل تيهينها وتيكرم الأهلية ديالو، وبالأخص إلا كانوا حاضرين وهو ساكن في شي بلاصة اللي هي شاطئية وسياحية وفيها الطبيعة، وتتجي العائلة ديالو في الصيف وتنزلوا قشلة وتتولي هي خصها تخدم عليهم ليل ونهار وهما ينعسوا، وتبقى هي آخر ما ينعس بعد ما تدور الشغل وتصاوب ليهم، وغادي ما يفيقوا مخرين وتكون أول ما فايق وتيهملها وكل شيء وتيأمر. فهذا لا يصلح أن يكون زوجا، لأن كاين عندنا حقوق الأهل وحقوق الزوجة وما تيختلطوش. جاو الهلية ديالك وانت في مكان سياحي وبغيتي تكرم الهلية ديالك، جيب ليهم داك المدة، جيب ليهم خدامة وخليها حتى هي مستراحة، هي مطالبة باش غادي تخدمك انت ماشي باش تخدم القشلة ديال العائلة ديالك وجلسوا واحد المدة. لهذا الإهانة ديالك للزوجية ديالك أمام الهلية ديالك والتكريم ديالك ليهم عليها هي، راك خلطتي في الحقوق وتعديتي على الحق ديالها. فإلا فعلتي هاد الشيء هذا وما دركتيش ان الكرامه ديالها راه من الكرامه ديالك، فاعلم انك لا تصلح ان تكون زوجة. الصفه الثامنه الواجب على الزوج باش يبعد عليها، واذا كانت فيه وإلا مشات كانت فيه وبقى عليها، راه لا يصلح ان يكون زوجا، هجران المنزل واضاعه حق الزوجه والابناء في المجالسه. الاولاد تتصيبهم ليك ما تعرفوش باهم، حتى يجي يدخل الدار تيكون هما ناعسين، وفي الوقت فاش يخرج هو تيكونوا هما باقيين ناعسين. فلهذا ما تيتمتعوش بالجلوس ديال باهم معاهم ويتذكر معاهم ويعطيهم الحنان. فإذا كان الزوج دائما خارج المنزل وتيرجع للدار واعتبر ديك الدار عنده كأنها وطيل جاي ينعس، فلا يصلح أن يكون زوجة، لأنه همل الحق ديال الزوج ديالو وهمل الحق ديال الأطفال ديالو، وبالتالي همل الحق ديال الأسرة ديالو، فلا يصلح أن يكون زوجة. بالنسبة للصفة التاسعة اللي خص يبعد عليها الرجل إذا كانت فيه وإلا مشى بقى محافظ عليها لا يصلح أن يكون زوجة، هو الضرب ديال الزوجة بسبب وبدون سبب. فبالنسبة للزوج إذا كان تيضرب المرأة ديالو سواء كان سبب ولا بلا سبب، لأن هاد المرأة هذه اللي هي كدا 20 عام ولا 30 عام وباها تيربيها وما بقاش يقد يهز يدي عليها، وجيتي انت اللي متقارب معها في السن بحكم انك راك زوج ديالها وعطيت واحد جوج ريال ديال الصداق، وتيولي باش غادي تنوض تضربها باي حق. فلهذا الا مشيتي ضربتيها سواء بسبب او بدون سبب، هذاك بحكم انك بغيتي تبين انك راجل وانك متجبر، هذا لا يصلح اللي في هذه الصفه هذه ان يكون زوجها. يقول لك لا لا تتسبقني يديا ولا تنغضب، ما تزوجش. الا كنتي تتغضب وتتسبق يديك وتضرب، ما تزوجش، لانك ما عندكش الباءه. فلهذا اللي تيفرض الرجوله ديالو على الزوجه ديالو وتيهينها بغير حق وتينسى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، حيت كان فيما رواه البخاري غادي هو والصحابه والعيالات راكبين في العماريه تتسمى الهودج فوق الجبل مصوب ليهم باش ما تضربهم الشمس وما يتكرفصوش، والرجال غاديين على رجليهم. فكان واحد سميتو من هذوك الحودات اللي تيكونوا تيسوقوا الناقات وتيديروا اناشيد. هذيك الاناشيد حيت تسمعها الذوق تتولي تتنشط وتتجري، فحيت بدا تيقولوا داك الاناشيد وتسمعها الذوق تتجري، ولكن هذاك الجرى تيأدي العيالات اللي راكبين في العماريه اللي راكبين في الهودج. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذاك اللي هو تيدير داك الاناشيد: ارفق يا انجاشه، سميتو انجاشه، ويحك بالقوارير. سمى دوك العيالات الصحابيات بحال القرعات، القرعه معنى القاروره ديال الجاج، عندك تهرسها تخصك تحتفظ عليها كما تحتفظ على القرعه.
هكا مثلها الرسول صلى الله عليه وسلم ارفق. فكيفاش هذا الشيء هذا وما غير غاديين وقال لي ارفق يا الجشع ويحك بالقوارير، والاخر يجي يهز يديه ويبقى يضرب فيها الدافونيات ويزرق لها عينيها ويكحل لها الصحه ديالها بالضرب باي حق. فلهذا هذا ما كاينش حتى فسميته في قانون الغاب بالنسبه للحيوانات، ما كاينش في طبع الانسان. وعن القاسم ان رجالا نهاوا عن الضرب ديال النساء وتقال لهم لن يضرب خياركم. الا شتي شي واحد تيضرب المراه ديالو راه ماشي من خيار الناس، لان القاسم قال وكان كما جاء في المصنف ديال ابن ابي شيبه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرهم كان لا يضرب. طيب شي واحد يوقف في القران وضربوهن، ضربوهن اي حاجه في القران، شكون اللي تيفسرها لنا؟ شكون اللي تيوضحها لنا؟ شكون اللي تيبين لنا المجال العملي فيها؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم. فلهذا الى قلنا الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا علينا سبيلا. قال لك هيا اضربوهن، هي اضربوهن هي مكتوبه، ولكن فيها تطبيق، التطبيق ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يضرب خياركم. والرسول صلى الله عليه وسلم هو خير الناس لم يضرب شيئا قط الا ان يكون في الحرب، واول ما لا يضرب هي الزوجه ديالو بل كان يكرمها. الصفة العاشرة اللي واجب على الراجل باش يحيدها عليه وما تسكوش ويبعدها ويدير المجهود ديالو، عدم التعبير للزوجة عن الحب ديالو ليها. شحال من واحد 20 سنة 30 سنة 50 سنة وهم متزوجين عمرو ما قال لها فمو راه تنحبك مرسي. كأن المسألة تتعلق خير بهذا الشيء ديال الأفلام. هذا راه الشريعة الإسلامية، إذا كان الزوج ناشف في الطبع ديالو ما تيعبرش للزوجة ديالو على الحب ديالو ليها، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك إلا حب شي واحد آخر خصو يخبرو يقول لي أحبك في الله، والآخر يقول لي أحبك الله الذي أحسن فيه. فأول من تقول لمن تقولها تقولها للزوجة ديالك. فإذا كان هذا مع عمرها ما سمعت منه هذا الكلام، هذا راه مطبق الشريعة الإسلامية، وهذا ما راعيش الشعور ديال المرأة، وهذا ما عندوش الباء. فلهذا الافضل ليه يبقى عزري، لانه الحياه الزوجيه خصها الباء، وهذا الكلام اللي قلنا راه من الباء. والسلام عليكم ورحمه الله.